والله للأمانة كنت متوترة. And the winner is North Stars. أنا صراحة صوت لشخص من فئتي واللي هو مهاوش، بس عشان إذا فاز أزله. هكذا كانت الأجواء الساحرة في الحفل النهائي للديجيتال كرييتر أوردز بقطر، واللي تم من خلاله تكريم أفضل صانعي المحتوى العرب بسنة 2024 بعدة فئات مختلفة وصلت ل 15 فئة. فالحفل كان من تقديم كل من صانع المحتوى الرياضي المتألق محمد عدنان والأعلامية المتألقة ليلى سماتي. واللي لفت الأنظار التنظيم الرائع وجمال المكان، فكان الحفل بميناء الدوحة القديم واللي كان الراعي الرسمي للحدث، إلى جانب الجزيرة 360 اللي تم عرض البث الحي الحفل على منصاتها. فبدأ الحفل بدخول النجوم على البساط الأحمر واللي شفناهم بأطلالات مختلفة ورائعة، فبدخولهم كان لازم نسألهم عن رأيهم بالحفل والأجواء بقطر. ولا أروع، واحدة من البلدان المفضلة عندي قطر أكيد، وكلش سعيدة أنه أنا هنا. والله قطر فاجأتنا بجمالها، يعني بلد كتير حلوة وكتير هيك هادية ولطيفة، والإيفنت نفسه ما بتصدقوا قديه حلو. اليوم هلأ حالياً بالمكان اللي إحنا فيه حاسة هيك أجواء كتير عربية وهيك لابسين عبايات وكندورة. صح؟ I love it. حفل جداً راقي، خصوصاً بداية الرقي كانت من الجزائر الموسم الأول، وإن شاء الله الموسم الثاني موجود في قطر الحمد لله. يعني موسم جداً جداً راقي وجميل، والله الأجواء جداً جميلة. كثير انبسطت بهذا الإيفنت لأنه جمع كل صناع المحتوى من كل مكان وسوالنا علاقات جديدة. يعني الحفل ما شاء الله، تنظيم ما شاء الله، صافي فريمون بليزير. الحفل ما شاء الله جميل جداً، استضفتنا قطر هذه المرة الثالثة. طبعاً تنظيم جداً رائع، واو ما شاء الله، يعني أجواء حلوة وأنا كثير مبسوط اليوم. أكثر من رائعة صراحة، فوق التوقع. Actually we are super super excited، متحمسين جدا لنتائج الليلة. نجحنا أو رسبنا، يعني ما كانش شيء اسمه الرسوب، نجحنا بقلوب، تعرفنا على العديد من الناس وإن شاء الله هنفوز. إن شاء الله يا رب فعلنا الفوز وكسبنا صديقة بعض. والله الأجواء صراحة كتير حلوة، بس إنه الشيء الوحيد المو حلو إنه شوب كتير. نحن طبعا هي أول مرة بنجي لقطر، أنا وتالينو جورجيو، حبينا كتير كتير، يعني ما شاء الله المنطقة المكان كل شيء كتير حلو والتنظيم كتير حلو. لننتقل للمرحلة الأصعب وهي الإعلان عن أسماء الفائزين. فكان كل من الجزائري المتألق كريم كروبي في فئة البث المباشر، واللي تألق بحضوره على المسرح نور ستارز بفئة البودكاست، عمر أبو الروب بفئة التعليم، غيث مروان بفئة اللايف ستايل، وشفنا ردة فعل زوجتي وسارة المؤثرة لحظة الإعلان عن اسمه، ريفكا في فئة العائلة واللي أهدى فوزه لوالدته، سامي الشافعي في فئة الفن وتكرم لجانب والدته وأخوه، خبيب الجزائري بفئة السياحة، جورجيو بفئة الصغار، وشفنا لحظات مؤثرة لوالديه لحظة استلامه للجائزة، حسام كويك بفئة الكوميديا، ذا Ultimates بفئة الجيمينج، كريم علي بفئة الصحة، أحمد كمال بفئة التيك تيوبر، عبد الرحمن بحش بفئة الطبخ، وبلال حداد بفئة الرياضة، وأخيرا أبو فلة بفئة الأعمال الخيرية واللي كان غائب عن الحفل لظروف مجهولة. فمع نهاية التصويت كان لازم نسأل المشاهير لمين صوتوا. والله صوت لأصدقائي، ما أريد أقول أسماء بدون زعل لأنه هو عندي أصدقاء، فصوت للي يستاهل. أكيد صوتت لنفسي، ما راح أكذب، وأكيد صوتت لنور، ألاء، أبو فارس، بعد ما أتذكر، بس أنا أكثر شيء صوتت لنفسي صراحة والنور. أنا صوت راحي، أنا صوت الروحي صراحة، ما شيء بيقدروا بوليتيك، صورنا روحنا وخلاص. أنا بغير ربح، أنت إيش بغيت ربح؟ أنا بغير ربح، صوتنا راسنا. أنا صراحة صوت لشخص من فئتي واللي هو مهاوش، بس عشان إذا فاز أزله. أنا طبعاً صوت لغيث، صوتت لتيم، وصوت لجنى، هنا نفس الفئة بس بالتوفيق للاثنين. كل جزائري دعمته في هذه المسابقة، وإن شاء الله يعني شوف بفتخر في أولاد البلاد، أنا جزائري والحمد لله رب العالمين، أغلبهم يعني صناع محتوى هادف فيستحقوا الدعم. أنا صوتت لشخص كذا مرة من كذا جهاز ورح أعترف بهيدا الشيء ورا الكاميرا وتعم. ليكو لجورجيو. أكيد نحن دعمنا جورجيو كونه جورجيو بالفئة الجونيور، تمام، وهو دعمنا كونه نحن بفئة الفاميلي. صوتنا لبعض يعني. أنا بصراحة صوتت لكذا كاتيجوري، عندي أصحابي كذا كاتيجوري فصوتت لهم، ويا رب هيك كل حدا حتى لو ما فازوا بالنهاية هن مجرد وصولا لهي المرحلة هن فازوا يعني. لنفسي طبعا، أولا لنفسي ولكل حدا لقيته بيستاهل بصراحة. صوت لك حبي،
وأنا صوت لك. وأخيرا نتقدم بالشكر الخاص لكل القائمين على حفل Digital Creator Awards على ثقتهم بجوك تي في ومنحنا الفرصة لننقل لكم أهم أحداث الحفل.